ان شاء الله بس يكمل هاي الوجبه والوجبه الثانيه نخرجها نبدا نسكر بس مباشر اذا الله سهل ان شاء الله بعد حوالي 10 ايام 8 تخبط النقطه يبدا الترتيب سوالين هسه طير يجي طير ثاني يوم يجي فشويه شغلات تعبانه عدس يقول صلوات على محمد كل اهل يقول رغم ما صيف هذا بس يقول له جو ما بين الطير معيوب اكيد يدز للنقطه يدز طير درجه اولى الله ما الولد علي اخو الباحث ضرب بالضغط هذا اخوي 717 اول يوم طلع ذاك ضغط 14 بعده كيلو من ثلاثه جانا مضروب تعال تعال لك ليش عندك